برعاية وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري، افتتح مهرجان أيام المسرح للشباب في دورته 14. انطلق المهرجان على مسرح الراحل حمد رجيب بمبنى المعهد العالي للفنون المسرحية. شارك فيه 5 فرق مسرحية تتنافس على الجوائز التقديرية والتشجيعية. بدورته 14 انطلقت فعاليات دورة مهرجان أيام المسرح للشباب، وكانت شخصية المهرجان الفنانة القديرة سعاد عبد الله تكريما لمسيرتها الطويلة في الحركة الفنية الكويتية والحافلة بالإنجازات محليا وخليجيا وعربيا. مهرجان أيام المسرح للشباب هو تاريخ كبير يومنا في الدورة 14، وهذه الدورة اليوم تحظى برعاية معالي وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب، واليوم نعكس اهتمام الدولة في المساحات الشبابية، خصوصا المساحات الشبابية الفنية. الهيئة العامة للشباب عندها برامج متنوعة متعددة في مجالات الفنون، ولها قالب خاص في جانب المسرح، واليوم نهتم أيضا في هذا المهرجان بأن تكون مساحة لإبراز الطاقات الشبابية المميزة على خشبة المسرح. واليوم أيضا نوجه جزيل الشكر للإخوان في المعهد العالي للفنون المسرحية في إتاحة الفرصة لنا بأن نشاركهم في يعني هذه المساحة اللي فيها طلبتنا وشبابنا وهذا العمل الأكاديمي، بحيث أن احنا نكمل هذه المنظومة معهم في التعاون في العمل وإقامة هذا المهرجان في المعهد العالي للفنون المسرحية. يشارك في هذا المهرجان 5 فرق مسرحية تمت إجازة عروضها من خلال اللجنة الفنية، وتتنافس هذه الفرق على 13 جائزة يتنافسون عليها الفرق المشاركة لنيلها في هذا المهرجان الشبابي. بالنسبة لي وبالنسبة للشباب كلهم اللي مشاركين، الفرق المسرحية الشبابية الأهلية والخاصة، الميزة والعلامة الفارقة في هذه الدورة شخصية المهرجان. شخصية المهرجان هذه السنة راح تكون الفنانة القديرة سعاد عبد الله، وهذه وتم تسمية الجائزة الكبرى أيضا باسم الفنانة القديرة، فهذا بروحه يعطيك إحساس بمسؤولية أكبر. وأيضا الهيئة العامة للشباب لما تسند إدارة مهرجان كبير وله تاريخه لشباب هم الأساس في هذا المهرجان، فيحملنا مسؤولية، ونتمنى إن شاء الله تشوفون أن هذول الشباب قد المسؤولية. طبعا قدموا على المسابقة 12 فرقة أهلية وخاصة، لكن بناء على معطيات اللجنة الفنية تم اختيار 5 فرق تتنافس على 12 جائزة رسمية. المهرجان راح يكون إن شاء الله انطلاقته اليوم 6/3 لغاية 13/3. العروض المسرحية راح تكون في المعهد العالي في المسرحية، مسرح حمد الرجيب إن شاء الله. المهرجان هذا اللي يميزه أن 5 عروض اللي أنتم راح تشوفونها كلها قوية، فلجنة التحكيم راح تحتار بالعروض اللي راح تشوفها. كلنا اخترنا العروض هذه على مستوى ومعايير حيل عالية، من حيث النص، من حيث اللقاءات اللي قعدنا فيها مع المخرج وتيم العمل، فشان راح تشوفون كل عمل كواليتي. فالمهرجان هذه فرصة حق الشباب انهم يطلعون حق المسرح التجاري، فرصة ان الناس تعرفهم، حتى المهرجانات الخارجية لما تشوف الشباب اللي عندنا ان شاء الله فراح ينبهرون بكمية الابداع اللي راح يشوفونها. هذا المهرجان والذي يستمر لغاية 13 من شهر مارس الحالي يؤكد دعم دولة الكويت للشباب والحركة المسرحية والفنية، وتذليل لهم كافة المعوقات حتى يبدعوا ويعرضوا إمكاناتهم الفنية للجمهور. يوسف صفر، تلفزيون دولة الكويت.